بص انا سيبك معاه شويه صغيرين بس والنبي عشان خاطر الله يخليك في الانجاز. ها مش عايزه قلق، انت عارف الدكتور منع الزياره اصلا. حاضر ما تقلقيش. حاضر 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 صبر حاضر 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 كبير يا أم. كبير يا صبر كبير. طب ايه يا حبيبتي؟ ايه ده؟ ايه ده الله يبارك لك؟ ايه البير ده؟ معرفش معرفش، هما مش سامحيني لو حكيت الدنيا غير كده. ساعدني ساعدني يا صبر ساعدني ساعدني. ما تخافيش حبيبتي ما تخافيش حبيبتي ما تخافيش حبيبتي ما تخافيش ان شاء الله باذن الله هساعدك. ما تخافيش بس قولي لي بس واحده واحده. ما تخافيش، انت بتشوفي ايه في منامك؟ وايه حكايه البير ده؟ سلام 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 يلا. ازيك يا استاذ صبر؟ انت تاني؟ عايزه مني ايه؟ وجاي ورايا ليه؟ اسمعي يا عمليك، انت لو لفيتي حول طوب الارض ولعبت عليهم وكسبتي هتيجي عند صبر المداح وباذن الله هتخسري. انا بجد مش قادره افهمك، هو ليه حضرتك محسسني انك تعرفني قبل كده؟ أنا أول مرة أشوفك كانت في الشركة وبصراحة حاسة إنك كارهني، مش قادرة أفهم ليه. برضو بطلي شغل الشيطانة ده، ابعدي عني وعن أم أحسن لك. أبعد عنك حتى لو جاي عشان أساعدك؟ أنا عرفت إن والدتك تعبانة وجاي عشان أساعدها، هحتاج منك بس التقرير بتاعها وشوية تحاليل عشان أبعتهم للدكتور بتاعي في لندن، دكتور شاطر جدا، أنا متأكدة إن لو تابع حالة والدتك هتتحسن. ولو الامر اقتضى ان احنا نسفرها انا ما عنديش مشكله. انا مش خايف منك، والله العظيم ما خايف منك. انت تخاف مني ليه اصلا؟ ما فيش اي حاجه تخوف، بس انا مقدره الحاله اللي انت فيها عشان والدتي حصل لها كده قبل ما تموت. ابعد عني ابعد عني بقول لك. انا بجد مش قادره افهمك.